السلام عليكم. أعلن وكيل سيارات متعددي العلامات عن تسويق مجموعة من سيارات هيونداي أكسنت الجديدة موديل 2021 مع تسليم فوري بالبطاقة الرمادية، وتحتوي هذه السيارة على جميع مواصفات الراحة والأمان، على غرار شاشة رقمية ونظام ملاحة متطور ومكيف هوائي رقمي ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات USB ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ونوافذ إلكترونية ومصابيح مضادة للضوء باب وشاشة رقمية وعجلات معدنية وكاميرا خلفية وغيرها من المواصفات ما نقدروش نقولهم كاع به ما نطولوش من وقت الفيديو. وتأتي السيارة بمحرك بنزين بسعة 1.4 لتر يولد قوة 86 حصان متصل مع علبة سرعات أوتوماتيكية من نوع CVT. أما من ناحية السعر، أكد السمسار أنه يعرضها بسعر 460 مليون سنتيم، وسعرها في دول الخليج يقدر ب 68500 ريال سعودي، أي ما يعادل 257 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم. سلام.